من أكتوبر 2019 الصليب الأحمر باستنفار لتاريخ اليوم، بدءا بالمظاهرات للكوفيد للانفجار للوضع الاقتصادي الاجتماعي، بعده الصليب الأحمر عم يستجيب لكل هالأمور. 4 أب 2020 الصليب الأحمر اللبناني استجاب، بعت أول 75 سيارة إسعاف ورجع بعت 50 دعم، إضافة لمسح المباني وتأمين 1500 وحدة دم تأمن بذات الليلة على المستشفيات. دمر فرع لقلنا كامل بجميزة، المسعفين اللي بقلب جميزة كانوا بس عم بيعالجوا على الأرض، سياراتهم ما فيها تتحرك، ما حدا في منهم يتحرك، بس عم بيعالجوا وعم بيبعتوا بسيارات مدنية غير سيارات الإسعاف على المستشفيات. الصليب الأحمر اللبناني كفى الإسعاف وتأمين الدم وعيادات نقالة، إضافة لبلش بالمسح بالمنطقة المتضررة لمساحة 3 كيلومتر. مسحنا فوق 60,000 بيت وعيلة تنشوف حاجاتهم، وبدعم من الحركة الدولية ومن اللبنانيين خارج لبنان، والتبرعات اللي وصلتنا من المجتمع الدولي ومن اللبنانيين خاصة ومن الحكومات ومن الشركات ومن المؤسسات ومن الأفراد. صار في تأمين تمويل لأكثر من 11,000 عائلة، 300 دولار بالشهر لفترة 7 أشهر نقدا، وهذا دلالة على الثقة اللي موجودة بيننا وبين كل المتبرعين اللي خلونا نحافظ على كرامة كل إنسان. اليوم خلص التمويل وتبين لقلنا في كتير عائلات عم بتعاني بحاجة لهالتمويل تتقدر تستمر. عم نحاول كلنا سوا نرجع نأمن تمويل بدعم الخيرين من لبنانيين وجمعيات ومؤسسات تنقدر نساعد بمعايير محددة هالعيال يلي بالفعل بحاجة لهالتمويل تنحافظ على كرامتها ونخلص لحياتها. بدي استغل هالفرصة تأشكر كل متطوع ساهم واستجاب تيخلص حياة إنسان ويبلسم أي جراح، وما بدي أنسى المتبرعين يلي بفضلهم عم نستمر برسالتنا، وهلأ بالحملة اللي رح نقوم فيها نحنا متكلين عليكم.